بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل أبو عبد الله يقول: كيف يكون المسلم مقتديا بالرسول بأفعاله وأقواله، وما الأسباب المعينة على اتباع المنهج المستقيم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب إلا ما دل الدليل على استحبابه دون الوجوب، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فالأصل وجوب الاقتداء به بالأقوال والأفعال إلا ما دل الدليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم أو على استحبابه دون الوجوب. ولا يمكن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة سنته والاطلاع عليها، لئلا يأتي الإنسان بأفعال يظنها من الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليست من الاقتداء، بل هي مبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن محدثة بدعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحمد لله، العلم مدون ومفصل في الكتاب والسنة وفي الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن أخلف في قسمي؟ فأنا قلت: أقسم بالله العظيم أن أعمل كذا ولم أستطع، فماذا يلزمني من الفدية؟ إذا حلفت أن تعمل كذا أو أن لا تعمل كذا قاصدا اليمين، وجب عليك البر بيمينك، ولا يجوز لك الحنث بها إلا إذا كانت حلفا على ترك مستحب أو واجب كصلة الرحم، فإن الواجب أن تفعل صلة الرحم وأن تكفر عن يمينك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها حتى أكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. الله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. وما ذكرته من أنك لم تستطع بر بيمينك، فتنتظر إلى أن تستطيع ثم توفي ما حلفت عليه، إذا كان على فعل شيء مستحب أو إذا كان على أمر ممنوع ثم وقعت فيه مضطرا، فهذا لا شيء فيه، أن الضرورة لا يؤاخذ الله عليها. وعلى كل حال، البر باليمين واجب، قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم. هذا السائل الأخ محمد يقول: السلام عليكم، هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر، وهذا القبر يزوره الجهال للتبرك به والدعاء عنده؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني مصليات، فإني أنهاكم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. فلا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ويصلي الإنسان المساجد التي ليس فيها قبور، وهي كثيرة والحمد لله. وإذا قدر أنه ليس هناك مسجد غير هذا المسجد الذي فيه القبر، فإنه يصلي خارج المسجد.
صلي في الأرض الطاهرة البعيدة عن القبر، بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليكم. ناصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: هل يجوز إسقاط الجنين وهو في أسبوعه الثاني مع العلم بأنه ما زال بلا روح، وذلك راجع لظروف أسرية، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز إسقاط الجنين إلا لمبرر شرعي، بأن يقرر الأطباء أنه لا بد من إسقاطه لتضرر المرأة به، ويعرض هذا التقرير على اللجنة الدائمة للإفتاء إذا كان في المملكة، أو على المفتين في بلاده. نعم. هذا السائل يقول بأنه مريض ويصلي مستلقيا ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، ويريد أن يصلي إماما، فكيف تكون مصافتي له؟ لا يكون الإمام بهذه الصفة، لا تصح إمامة عاجز عن ركن أو واجب، لكن يصح أن يقتدي بالسليم، يكون مأموما. نعم. يقول لي ولد في المرحلة الجامعية وله أصحاب يخرج معهم للنزهة، ويحتاج إلى بعض المال لشراء ما يحتاجونه، هل أعطيه ما يلزمه إعطاء غيره من أولادي في البيت؟ هذا ليس من النفقة الواجبة، والخروج للنزهة فيه نظر اليوم، إلا إذا كانت نزهة منضبطة ومعروفة صالحين فلا بأس، لكن لا تعطيه زيادة على إخوانه، لا أعطيته وأعطي إخوانه، لأن هذا ليس من الواجب النفقة. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ علي يقول لي: أقارب وأخوال سوف يحجون إن شاء الله، سيأتون من اليمن ويصلون مع الحملة إلى المدينة المنورة، من أين يحرمون، علما بأنهم يريدون حج التمتع؟ يحرمون ميقات المدينة إذا زاروا المسجد النبوي وسافروا لمكة لأداء النسك، يحرمون من الحليفة، من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت للجهات قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ذهبت إلى شخص ليقرضني، فقال لي: بع سيارتي هذه وثمنها يكون قرضا لك، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا وكلك في بيع سيارته وأقرضك ثمنها لا بأس بذلك، لكن قد يلاحظ أنه أراد الانتفاع بهذا القرض، لأن تأخذ السيارة وتتعب في بيعها فتوفر عليه شيئا من الراحة أو من تولي بيع السيارة، إذا كان هذا هو القصد فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، يوجد من أقاربي شخص إذا علم بأنني سأقوم بزيارته يأتيه القلق ويزمل، لا كرها لي ولكن هذه طبيعته، بأنه يزمل ويقلق عند أي أمر ليس من عادته، وخصوصا في برنامجه اليومي، فهل تشرع زيارة مثل هذا أم أكتفي بمهاتفته؟ إذا كان هذا يؤثر عليه، عنده مرض نفسي تضايق، فيكفي المهاتفة، يكفي أن تكلمه في الهاتف أو في الجوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ بأنه يسافر ومن عادته في بلده بأنه يصوم أيام الاثنين والخميس وأيام البيض، يقول: لكنني تركت هذا الصوم مع قدرتي على ذلك، فهل أنال ثواب الصيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما؟ إذا كان تركك لصيام الاثنين والخميس من أجل السفر، وأنه يشق عليك صيامهما في السفر، وأنت تنوي صومهما لو تمكنت من ذلك، فيكتب لك أجر من صامهما بنيتك الصالحة. نعم. أيضا يسأل عن النية في الصوم شيخ، يقول: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في كل ليلة أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ القضاء لا يحدد بالجمعة والخميس، القضاء يبادر به ويصام تفريغا للذمة، وأما صوم الاثنين والخميس فإنه مستحب من السنة والفضائل. على كل حال، إذا نويت صياما واجبا لنذر أو لكفارة أو قضاء رمضان فلا بد أن تنوي الصيام قبل طلوع الفجر، لما في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت أو يجمع النية من الليل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ بأن أختي ستحج هذه السنة، وهي تستعمل البرقع والنقاب الواسع، وبعض النقاب قد يظهر الحواجب، فما حكم هذه الألبسة؟ المحرمة يحرم عليها
لبس البرقع والنقاب، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمة تنتقب مثله البرقع، فذلك لا تلبس قفازين على اليدين وهما الجوارب المصنوعة لليدين كفين، وتغطي وجهها بغير البرقع والنقاب، وتغطيه بالخمار الذي على رأسها. قول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. أبو عبد العزيز يقول: يا شيخ، نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد، ما حكم ذلك؟ مأجورين. لا بأس بذلك، صليتم عليها في أي مكان فقد فعلتم ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأنت تذكر أنكم لا تتمكنون من الصلاة عليها مع جماعة المسجد، فلا بأس أن تصلوا عليها كما ذكرت لتنالوا الأجر، تدعوا لأخيكم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، لماذا خص الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، مع أن كل الأنبياء قبل إبراهيم عليهم السلام وبعد على هذه العقيدة؟ لا نسأل عن هذا، الله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، ويجب الامتثال، ولا نسأل لماذا ولماذا، الله أعلم بذلك. نعم. يقول السائل: البدع في الدين والمحدثات في الدين، هل هناك فرق بينهما، وأيهما أكثر وقوعا في هذا الزمن؟ لا فرق بين البدع في الدين والمحدثات في الدين، وكلها بدع ومنهي عنها، ومنها ما هو شرك كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والطواف بالقبور إذا قصد بذلك التقرب إلى الميت، فإن قصد به تقرب إلى الله وطاف على القبر فهذا بدعة وضلالة، وإن قصد التقرب إلى الميت بهذا الطواف فهذا شرك أكبر. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، إذا صلى المنفرد خلف الصف وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثانية، فهل إذا نبهته بعد السلام بعدم صحة المنفرد خلف الصف هل يعيد الصلاة أو يعيد الركعة التي صلاها لوحده خلف الصف؟ إذا ركع ركعة قبل أن يحضر معه أحد لم تصح صلاته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، ولا يجوز لأحد أن يصافه لأن صلاته غير صحيحة. نعم. أيضا الشيخ متعلق بهذا السؤال: الرجل إذا صلى في طرف الصف وبينه وبين المأمومين الذين في الصف الأول مسافة، هل تكون أيضا الصلاة في حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما دام محاذيا للصف فإنه ليس منفردا، ولكن لا يجوز ترك فرج الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقارب والتراص الصفوف وعدم ترك الفرج للشيطان. نعم. يقول السائل هذا: شيخ، هل الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال أيضا في نوم النهار؟ لم يرد هذا، الذي ورد أنها تقال في نوم الليل قبل النوم. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: إذا صليت جالسا في صلاة الفريضة، فهل يجوز لي أن أسند ظهري على الجدار أو لا يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا، إسناد الظهر إلا عند العجز، إذا احتجت إلى إسناد ظهرك لا بأس، أما من غير حاجة فهذا لا يجوز. نعم. يقول السائل هذا: أنا مقيم بالرياض ودخلت المستشفى لمدة 3 أيام لإجراء عملية، ولم أصلي هذه الفرائض إلا بعد أن خرجت من المستشفى نظرا لثيابي وعدم طهارتها، فما الحكم في ذلك؟ هذا خطأ يتكرر من كثير من الجهال في المستشفى، يتركون الصلاة أياما وقد تطول الأيام وهم لا يصلون، بحجة أنهم لا يقدرون على تطهير ثيابهم أو لا يقدرون على الوضوء أو ما أشبه ذلك، أو لا يقدرون على إزالة النجاسة، وهذا غلط كبير. واجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم، إن استطاعوا أن يغسلوا النجاسة أو أن يلبسوا ثيابهم
ثيابا طاهرة وجب عليهم ذلك، وإن لم يستطيعوا إنهم يصلون في ثيابهم ولو كان فيها نجاسة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يتركون الصلاة أو عدد من الصلوات كما ذكر السائل. وكذلك إذا استطاع الوضوء طهر بالماء وجب عليه ذلك، فإذا لم يستطع فإنه يتيمم بالتراب، يمسح على وجهه كفيه ويصلي ولا يترك الصلاة حال من الأحوال. ولو قدر أنه تأتي عليه الصلاة ويخشى خروج الوقت، ليس عنده ما يقدر على استعمال الماء وليس عنده تراب، فإنه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يترك الصلاة، وهذا من تفريط المرضى وعدم سؤالهم لأهل العلم، وهذا أيضا من تفريط الوزارة، وزارة الصحة، حيث لم تجعل مرشدين يتجولون على المرضى في غرفهم ويجيبون عن أسئلتهم وإشكالاتهم. والأمر خطير جدا، الواجب على الوزارة وفق الله القائمين عليها أن يهتموا بهذا الأمر، أن يكون هناك مرشدون من أهل الفقه يجولون على الغرف. ولو لم يكن هناك إمكانية فلو جعل ميكروفون موزع على الغرف ويلقي فيه أحد المشايخ توجيهات ونصائح للمرضى يسمعونها وهم في غرفهم، فكان هذا مجديا ونافعا. نعم. أما ترك المرضى اجتهاداتهم وجهلهم فهذا غلط كبير وهو في ذمة الجميع. نعم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أدفع ثمن الأضحية مالا؟ لا تكون أضحية، تصدق بالمال مستحب، ولكن لا تكون أضحية، إنما تكون صدقة، لأن الأضحية شعيرة تقرب إلى الله بالقربان ذبح الأضحية، فلا بد إذا أراد الأجر لا بد من تنفيذها وذبحها والأكل منها والتصدق والإهداء منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول نعرف بأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن فيها، إلا أننا نجد من بعض الناس إذا سقط منه شيء في حال القيام نزل ليقوم بأخذه فتكون كهيئته الراكع، هل تصح هذه الصلاة؟ الصلاة تصح، لكنه إن احتاج إلى أخذ الشيء يستر به بدنه أو يستر به عورته يحتاج إلى أخذه فلا بأس، أما إذا كان لا يحتاج إلى أخذه فلا يجوز له الانحناء وأخذه من الأرض. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.